راكبه في الكار انا ووليداتي. كان ولدات صغير وكيرضع والاخرين كانوا كيديو مع اخوهم. وكان غادي الكار بالزربه ويتقلب بينا كار. كانت حطونا بلاجية قدامه. مشيت يقولوا الناس انا مشتش. كان جاي ديك الطوموبيله وبي غادي بواحد السرعه بي يخوي عليها ويتقلب بينا فوق القنطره وبقى كيدور يتقلب يتقلب يتقلب. كانوا معايا ثلاثه الاولاد. واحد عنده 6 طالع في 6 سنين وهاد الوليد طالع في 4 سنين تقطعت لي يدو. وهاد عنده 5 شهور. هاد الوليد تقطعت لي يدي وكله وجهه مخيط وراسو كله. وهاد الوليد مخيط راسو كله وانا ضربت هنا خيط راسي كله مخيطه. بقينا مليوحين في الطريق. شحال خرجوني بديت نغوت ولدي بدا تيبكي تيقول لي ماما فين يديا. بقينا مليوحين في الطريق تما كاينه شحال حنا شي ساعتين وحنا تما كاينات تنعيط تنطلب في عباد الله تنغوت تنقول لهم عيطوا لابيلانس باش يهزوا لي ولدي شحال حنا تنتسناو صافي. وبقينا تما كاينه الدري تيبكي تيغوت الولد الكبير تصدم ليا بقى راسفت ما وقع لي والو. كان باقي مصدوم ما تيقدرش يجي يشوف خوتو ولا تصدم راه ديتو لدارهم لي في مراكش حيت عرفتو انا اللي شديتو بيديا انا اللي هزيتو. انا شفت يدو ما عندوش تيبكي تيقول لي ماما فين يديا دابا فين ماما يدي سيجيب لي يديا لصق عليا. العام انا ما حضرتش انا في برشيد داونا البرشيد بعدا دخلوا ولدي تما كنت ما قبلوش قال لي ما عندنا ما نديرو لهاد الوليد هذا. وانا دخلت انا الوليد خيط تما كينات وانا خيط تما عاد شداونا هزونا الميريزكو ولدي هاد الوليد ما شتوش اني ما داو غرفه العمليات وانا بقيت تما كنت في ليرجونس مقطوعه لي ايدي ما تيبكي تيقول لك انا بيت ايديا ماما كيسحب دابا هو مسكين هذيك الوفاص ملي ديك كيسحبش ايدي بقات مخبيه لي ايدي كيسحب باقي هو ما عارفش انه راه ايدي مقطوعه. وتيقول لنا مخرج لنا التحاليل تيقول لنا خاصكم كل مره تحليل راجلي كل مره غادي يدير التحاليل الدويان خرجوا ديك الوليدات عمام الدواء خرجوا لي انا الدواء لهاد الوليد الدواء من برا والتحاليل تما من برا. وقال لي خاص بيخرجوا الدراري خرجوا مني قال لنا بيخرجوا قال بيخرجوا وانا خرجوني في العمليه. قالك ما نجحتش لي العمليه وجابوا ما بيش انا نخرج ولدي. انا ولدي ما يمكنش انني نخرجو انا مدارو مع باق مدارو مع انت شي حل باش نخرج ولدي. انا ما يمكنش انني نخلي انا ما عنديش ما عندناش حنا ما فحالناش. وانا بيت ولدي بيتو انا بيت ولدي دالي ايد صناعي انا ما بيتش ولدي يبقى ضايع بحال هكا ما بيتوش يبقى ضايع. وراجلي راه ما فحالوش راه ما عندوش راه عنده تريبورت راه مرة تيجيب مرة ما تيجيبش. تيخرجونا الدوايات خرجونا التحاليل قالنا بيتي تخلصوا الخلاص خاصكم تخرجوا خاصكم تخلصوا ما بغوش يعطيونا الوراق شادين من ما بعتونا حتى شي ورقه. قلنا لهم عطيونا الورق قالنا بيتي الورق خاصكم تتخلصوا. وانا ولدي تيبكي قال لك انا ما نقدرش انا ما قد... وانا قال لك ولدي تيبكي قال لك انا ما نقدرش انايا كيسحاب كيقول لك ماما انا فين يدي اش بغيتي ديري ماما يدي تنقول لي غادي ندير لك وليدي غادي ندير تنصبروا. انا بيت ولدي دار لي انا ايدا ما بيش انا ولدي بقى ضايع بقى حياته بحال هكا. انا الايدا هذا اللي كانوا ندوا سيدنا محمد السادس نصر الله وجهه الصحه يدخلوا في هذا الشيء ما بقاش انا هذا الوليد انا بيت ولدي بقى ضايع عليا بيت ولدي معانا شي حل. انا ولدي ما يمكنش انا نخلي انا ولدي بحال هكا وانا ما نخرجش انا ما خرجتش تيقول لي بغيت تخرجي الدراري صافي داكشي اللي داكشي خاصنا نديرو هذا النالك ما عندنا ما نديرولك. وانا ما نقدرش انايا يعني نخرج ولدي نخلي ضايع بحال هكا. وهاد الوليد راه باقي مريض وانا باقا مريضه وراقي ما بغيش يعطيهم لينا ما بغيش يعطينا الوراق قالنا ما عندكم حتى شي ورقه. قلنا لهم الوقت قالنا البيت الوراق خاصكم تتخلصوا خاصنا تنخلصوا ما خلصناش ما شدوش الوراق باش تصبر. وانا دابا ما عنديش فين نجلس انايا انا جالسه انا راجلها في الزنقه انا جالسه راجلها في الزنق كل مره في بلاصه وانا جالسه عند واحد الناس عندهم ما بيت جالسه نجلسيني عندهم جالسه عندهم ومره تمشي نجلس عندهم مره تنجي نجلس مع ولدي ما كاينش ما جالسه عند في الحي في الحي محمدي جالسه عند واحد الناس جالسه نجلسيني عندهم الله يجازيهم بخير. وراجلتي كل مره كيبات في الزنقه مره كل مره فاش كيبات فين كيبات والناس جايين مع عائلتي حتى هما هي حتى هما تيباتوا في الزنقه مره يبات معايا هنا مره يمشيو ويجيين والكوبات والمصاريف بزاف الطاكسيات الدويان التحاليل ما كاينش حاله ضعيفه ما كاينش من